حتى مرض القرن ال21 لم يخلو من تبعات العنصرية، إذ وفق مجلة ذا لانسيت الطبية فإن تقديم الرعاية الطبية لمرضى السكري يشهد تباينا واضحا من منطقة لأخرى في العالم. السكري الذي سيصيب أكثر من 13% من سكان العالم بحلول عام 2050 وفقا لتقديرات عالمية سيضيف عبئا كبيرا على نظم الرعاية الصحية والمالية في مختلف دول العالم بسبب المضاعفات التي تنجم عنه. يقول تقرير مجلة ذا لانسيت إن التزايد المتسارع في عدد الإصابات بالمرض من كل الفئات العمرية بالعالم يدق ناقوس الخطر، خاصة مع وجود سمة العنصرية الديمغرافية كما وصفتها المجلة في تقديم الرعاية الصحية للمرض وتشخيصه. ووفق الخبراء فإن عدم المساواة الجغرافية وارتفاع معدلات الإصابة بين الأقليات العرقية في البلدان الغنية يسرعان من هذه الأزمة العالمية للمرض. فريق الباحثين في كلية ألبرت أينشتاين للطب في نيويورك ذكر أن الأشخاص الذين ينتمون لمجتمعات أقل حظوة هم الأقل وصولا للأدوية الأساسية والعلاجات الجديدة لمرض السكري، كما أنهم الأكثر معاناة من المضاعفات التي تشمل تدني مستوى جودة الحياة وخطر الوفاة مبكرا. ويعزو الباحثون ارتفاع عدد المصابين إلى عوامل الخطر الشائعة كسوء التغذية وانخفاض النشاط البدني والتدخين، إضافة إلى إهمال التشخيص. وعلى الرغم من أن معظم الزيادات العالمية هي من السكري النوع الثاني، يرى الخبراء أن هذا المرض لا يزال الداء الوحيد الذي يتأثر بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية مع ضعف المقدرة على التعامل معه والتحكم فيه في بعض دول العالم.